انا كنت فرحان ان انا قاعد في وسطهم، وهم كانوا فرحانين ان انا قاعد في وسطهم ان انا جديد. بس لفت نظري في القعده بتاعتهم ان محمد دخل. هم بنتكلم على 30 سنه، على 18 سنه، على 15 سنه، بنتكلم على عمر. طب محمد بقاله 3 شهور هيعمل ايه بعد 5 سنين، او بعد 18 سنة، او بعد 30 سنة؟ زي ابو جاد، هيبقى عنده جاد ونقول له يا ابو جاد ويتكلم عن نفس المشاكل؟ هل هيقعد نفس القعدة في نفس المطعم، مطعم الغرباء؟ كلهم راهنوا على ان محمد هيكمل وهيعيش في موسكو، والوحيد اللي مراهنش على محمد انه هيكمل او هيرجع محمد نفسه. لكن حبيت اكتشف اكتر، فقلت يعني اتكلم مع محمد. فهو كان سبق وعمل لي دعوة ان انا ازوره في البيت واتعرف على حماه وحماته وعلى مراته. زي ما قلت قبل كده ان لما قابلت مراته حسيت انها واحدة من اخواتي انا. محمد بقى اقرب، يعني محمد قبل ما قبله ما كنتش اعرفه، لما قابلته عرفته. عادي جدا ان اتنين يعرفوا بعض، بس لما قابل مراته فمحمد يبقى اقرب لقلبي. احساس بالخوف عليه، احساس ان انا خايف على ابني الصغير او اخويا، لانه هنا في المجهول. هو اختار وهو حب وهو اتجوز، انما في المجهول ايه اللي جاي. هل ينفع يشتغل هنا في السياحة العربية في موسكو؟ العرب مش عايزين دليل طول الوقت، العقلية العربية فيها شك طول الوقت. ما ينفعش يشتغل، انما ينفع يشتغل دليل للسياح الروس في شرم الشيخ وفي الغردقة. طب ما علينا، ندخل على اختياره. هيجي له علي ان شاء الله ويبقى ابو علي. وانا تمنيت امنية وانا قاعد معاهم بعد ما شفت حماه وحماته ومراته اللي هي جدعة، يعني أنا شايفها بنت جدعة. اتمنيت أمنية، يا رب يديني العمر وأشوف علي كبير بيتكلم معايا عربي زيي، وبيقرأ قرآن وبيسمع أم كلثوم، وعنده مزاج شرقي، مزاج مختلفة غير الثقافة، مزاج يعني أنا متخيله دلوقتي. طب داش تركز مش تبي فامو جاستيتس فالنتين. بعد ما قعدنا في مطعم مع الأصدقاء اللبنانية أو اللبنانيين زي ما بنقول عندنا في مصر، خرجت مع محمد بره وسأله الدنيا عاملة إزاي وكده. طب ما تيجي نتكلم سوا. فقال طب ما تيجي أعرفك على مراتي وعلى حماي وحماتي في البيت. بيته بعيد قد إيه يا محمد عن وسط البلد؟ حوالي 40 كيلو. 40 كيلو لو مباشر، يعني لو مش مباشر. يعني ايه مباشر؟ يعني مش مباشر يعني لو ما فيش عربيات ما فيش زحمه. احنا بعدين عن اول مترو حوالي بالظبط 15 كيلو اقرب محطه مترو. محمد صعيدي من صعيد مصر، دماغه ناشفه يعني، و اتجوز روسيه وعايش في موسكو بقاله 3 4 شهور. 3 4 شهور؟ مظبوط. 3 ولا 4؟ يعني 3 ونص لو هنقول 3 ونص و5. بقاله 3 ونص و5 في موسكو. وانت عرفت مرتك ازاي الاول؟ عشان انا شغال اصلا في السياحه من فتره كبيره، حوالي 7 سنين. الفتره الاخيره الخمس سنين انا كنت متعرف بها بالظبط من سنتين. جوزنا حوالي ما يقرب من سنة في مصر، وكان الجواز رسمي هنا، يعني في صعوبات عندنا في الجواز الرسمي. انت اللي سعيتي للجواز ولا هو اللي سعى للجواز؟ ترجم لها بقى. حبيبي حبيبي بس حبيبي العربي خلص. مراته بتشتغل مذيعة في قناة من قناة التلفزيون،
بتقدم نشرة أخبار، بس هي دلوقتي قاعدة في البيت عشان هي حامل، بينتظر أول طفل في خلال ساعات، ويا رب نلحقها. كمل. إن شاء الله. يعني أنا طبعا اشتغلت في مصر 5 سنين بعد ما خلصت كلية أداب قسم صحافة في جامعة المنيا. أنا من الصعيد برضو، من المنيا. نزلنا على زي كل الشباب طبعا على التجنيد، وخلصنا التجنيد بندور على شغل. ما كانش في مجال قدامنا، عشان زي ما احنا عارفين في مصر غير السياحة هي اللي بتدي مرتب يعتبر كويس لكل الشباب هناك. فبعد كده أنا اشتغلت، بدأت عادي طبعا مطاعم الأول، اشتغلت كويتر عادي في مطعم، رغم معروف طبعا في كتير بيرفض الشغل ده عشان هو واخد مؤهل عالي، وزي واخد مؤهل عالي ويشتغل مجرد ويتر في مطعم. بس هي كانت كبداية أحسن من الواحد يقعد في البيت. خلصت ده، قعدت حوالي سنة لغاية ما أخد خبرة كويسة في السياحة وأعمل صداقات أو معارف. خلصت لقيت وأنا هناك أكتر سياحة تنزل الغردقة. أنا كنت في الغردقة في أوائل سنة 2000، كانت أكتر سياحة بتنزل الروسي. الروسي ما حدش كان بيعرف يتكلمه، لأن الثقافة المعروفة عندنا هي الثقافة مش الأمريكية اللي هو متحدث اللغة الإنجليزية، لكن الروسي ده ما حدش بيتكلمه خالص ولا حد مهتم بيه. بس كانت أكبر أعداد بتنزل من الروس. كل الفندق يكون 90% من الإشغال بتاعه حوالي روس. إن حاول أتكلم مع واحد روسي، هم التانيين ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي. اللي هم الروس. الروس. ما بيعرفوش، وإحنا اللغة السائدة عندنا الإنجليزي. فكرت طبعا إني أعمل شوية فلوس تكفيني 8 كورسات للغة الروسية في المركز الثقافي في القاهرة، مركز الثقافة الروسي، لأن هو تقريبا المكان الوحيد في مصر كلها اللي بيعلم روسي، زائد كلية ألسن طبعا. كلية ألسن عندنا لازم الواحد يجيب درجة ما عرفش إيه في الثانوية العامة عشان يخش كلية ألسن. وفي مكان تاني اللي هو مركز القوات المسلحة، بس مش عارف، أنا يمكن سمعت أنه هو أضعف شوي، أو ساعة ما أنا كنت سنة 2000 ما كانش مشهور زي المركز الثقافي الروسي. يعني أنت تعلمت اللغة الروسية علشان تشتغل في السياحة؟ عشان أكمل شغل في السياحة. عشان تكمل شغل في السياحة، لما كنتش تعلمتها ما كنتش هتكمل شغل في السياحة. لا لا، كنت أكمل شغل في السياحة عادي، بس ما كنتش هشتغل بعد كده إيه، لأن أنا ما كنتش هقف عند حتة معينة إن أنا أشتغل ويتر. هشتغل ويتر طول الوقت يعني. وأقصى طموحاتي إن أكون مدير مطعم. بس مش أقصى طموحاتك بقى، أقصى ليفل ممكن توصل له إنك تبقى مدير يعني مطعم. هقعد 10 سنين اللي هو عمره كله في السياحة، هروح هناك أبقى مدير مطعم. فقلت لا، نجربها من ناحية تانية، من باب تاني، نطلب باب تاني. فروحت خدت الكورسات دي، مدتها 10 شهور. 10 شهور طبعا كنت متفرغ لها تماما. كنت قبل كده تعرف أي حاجة عن اللغة الروسية؟ كنت نتكلم مع الناس اللي هو بنعرف صباح الخير يعني ايه، صباح النور يعني ايه، ما اعرفش مساء الخير ازاي. اللي هو الكلام اللي يعديك من الشارع يعني. اللي هو من اللي هو احنا لما بنسمعه كتير وبنردده كتير طبعا، عشان عندنا احنا لا في فيلم بنسمعه بالروسي ولا اغنيه بنسمعها بالروسي، فما بتاخدش اللغه غير من اهلها نفسهم اللي هم جايين سياحه. واحد عارف شويه انجليزي شويه، بروح اقول له طب يعني ايه صباح الخير بالروسي، هو يجيلها لي. ويعني كان لغه التواصل برضه، ما كنتش عارف لا الحروف ولا تركيبه الجمله ازاي ولا اي حاجه.